أود أن أشكر يعقوب السعدي الشكر له جزيل وموصول الصوت رخيم والحديث من القلب صوته يقطر محبة أشكر. للأهل بالمناسبة أود أن أسأل يعقوب سؤال يعني ما سر جذور هذه المحبة للأهل نتصورها في الإمارات للعين مثلا أو الشباب الأهلي أو الوصل الإماراتي لماذا سكن قلب يعقوب السعدي حب الأهل المصري شريف غالباً لا نسال عما نحب لماذا نحبه الاهلي بالذات هناك معادله بسيطه الاهلي نادي نحبه في بلد نحبه اوصانا بهذا البلد وعلمنا حب اكثر انسان نحبه المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس دوله الامارات العربيه المتحده هذا الرجل جعلنا نتنفس حب مصر وكل ما في مصر شريف. ومن حسن الطالع اننا الان في بقعه عزيزه من ارض مصر تحمل اسم الشيخ زايد طيب الله ثراه، مدينه الشيخ زايد، نحن في مصر بادلناه حبا بحب. الشيخ زايد رحمه الله عليه هو معشوق كل المصريين، يسكن القلوب والالباب. له في مصر شواهد عده، شواهد محبه كثيره، منها هذه المدينه ومدينه الشيخ زايد بالاسماعيليه، وترعه الشيخ زايد، والكثير من الشوارع التي تحمل اسم الشيخ زايد في كل ربوع مصر. وبإذن الله مستمرون معا الامارات ومصر، ومثل ما نقول عندنا عينين فراس ويد بيد بوحدتنا وتآلفنا بالتاكيد نمضي للغد وقائدنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده حفظه الله يسير على هذا النهج، نهج المحبه والاخوه يحمل مصر في القلب، مصر التي تتطلع الى غد يليق بها في الجمهوريه الجديده مع قائدها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله يعقوب ستبقى مصر والامارات معا، لن ترون الا معا، وطن واحد وشعب واحد، فعلاقه البلدين شديده الخصوصيه، شديده التميز، شديده التفرد، هي مثال للاخوه التي عبر عنها الشاعر العربي بقوله: ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك.